السلام عليكم. في إطار الدروس اللي كنعاود ليها المونتاج مع إزالة الموسيقى بينوار بالقب، إذا قبل ما نبداو الرسم ديال الموديل غادي نخليه واحد الهامش ديال 30 سنتيم أعلى خط الكل. هو فاش غادي نخدمو القب؟ إذا القب اللي عندنا لاصق في البينوار، يعني ماشي كيتخيط. من بعد غادي نرسمو خط الحزام ولا خط الخصر، كنحسبو 45 سنتيم اللي هو طول الأمام ولا من الكول حتى الخصر، ثم كنحسبو 23 سنتيم باش كنحددو خط الحوض. إذا دابا غادي نرسمو الخطوط الأساسية الأفقية اللي كتحدد لنا الباترون ديال بينوار، الطوله كنختاروا الطوله اللي بغينا. انا ناخذ الطول ديال الورق. دابا غادي نديرو واحد القياس كنخليوه في الوسط، يعني ديال 6 سنتيم. 6 سنتيم كتسمى الكروازمو ولا يعني كيتخالف فيها الامام. مثلا زدنا 6 سنتيم كنحطو ملي كيتلبس وغادي نشدوه بالحزام كنحطو 12 على 12، يعني كنحطو الدوبل. بالنسبه للعرض للامام غنديرو محيط الصدر مقسوم على 4 زائد 4 سنتيم، كيكون هو شويه عرض. غنشوف خط الحوض، غادي نحسبو محيط الحوض مقسوم على 4 زائد 4. ممكن هذا بينوار ديال الحمام، ممكن نديرو في التوب ديال يعني بحال الكشمير بحال مبرة مثلا، كيكونوا بينوارات كيتلبسوا عادي في البيت. اذا حسبنا 8 في الكول ونحسبو 14 في الكتف، وكنزلو بربعة ديال السنتيم ولا عفوا بجوج فاصلة تسعود اللي هو عرض الامام مقسوم على 10، يعني هنا 29 مقسومة على 10 كتعطينا 2.9. بالنسبة لهاد البينوار ممكن نديرو مثلا كتف طايح، ممكن نوصلو حتى 16، يعني على حسب كيفاش بغيناه. وانا كنهبطو ب 25 باش كنحددو خط الصدر. بالنسبة لهذا ما كنجيبوش تقويرة حتى مثلا ديك 17، يعني 34 مقسومة على 2 اللي هي عرض الصدر مقسوم على 2. دائما ديروا في البال بان البينوار كيتلبس عريض. هنجيو الحزام دخلوا غير بواحد جوج ديال السنتيم، باش كنحددوا خط الحزام وفيه كنديروا الشريط اللي كيمر منه الحزام. بالنسبه للاسفل غنديروا 6 ديال السنتيم باش كيجينا شويه عريض، باش ملي كيتلبس ما كي وكنحزمو ما كيتحلش. انت كيتحل عندنا البينوار مثلا اولا شي حاجه كنحزموها، هو ملي كيكون داك العبار هو اللي خدامين به في مثلا في الصدر اولا في الحوض، يعني ما كنديروش بحسب الخطوه. نفس الشيء الخلف، يعني باش ما كنزيدو ملي كنزيدو محيط الصدر مقسوم على 4 زائد 4، يعني باش ما كتزيدو فوق من 2 ديال السنتيم كيكون عندنا الامام يساوي الخلف، باش ما تيكونش عندنا واحد المغالبه، يعني مثلا الامام يكون كيغلب الخياطه ديالو كتكون كتغلب للخلف. انت كنديرو الفرق 2 سنتيم هو فاش كيكون لباس كيجي نيشان. نفس الطريقه رسمنا التقويره ديال الكوب، كنحسبو 14 كنهبطو 2.9 اللي هي العرض اللي درنا في الامام والخلف مقسوم على 10. كنديروا هذه القاعده ملي كيكون عندنا الكتف، يعني كنخدموا لا مونش باس، يعني الكم اللي تيكون او اف مضروب في 2، يعني كنحاول نذكركم بالتفاصيل وكنحاول نذكركم بعد المراحل
اللي درناه في الدروس السابقة. نفس الشيء لتحت كنديرو 6، وفي محيط الحوض كنقسمو الحوض على 4 زائد 4. دابا غنخدمو القب، من الفوق كاينه 30 وغادي نحسبو 26 سنتيم. يعني هاديك 30 كيفاش كنرسموها؟ كنحسبو من أساس العنق في الخلف ولا الفقرة السابعة في العمود الفقري، كنشدو السنتيم كنجيبوه كندورو على الراس حتى للجبهة. داك القياس هو باش كنطلعو، أولا كنحاولو نطلعو بواحد القيمة اللي كنجيبو نعبرو، كنلقاو هاد العبر اللي قلتلكم الطريقة ديال الأخذ ديالها. كان بالنسبة الجهة اللي في الكول ديال الخلف كنحسبو 8 وكنطلعو بجوج ديال السنتيم. ديك الجهة هي اللي كتخيط مع هادي، كتخيط مع تقويرة الخلف. هذا هو الدرس ديالنا، نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة باش صوبنا القب. نهاية الدرس، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.